السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ازيك يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله، اتفضل. من فضلك أنا كنت سؤالي بخصوص، أنا دخلت صلاة الجماعة وكانت الجماعة الأولى وكانت في التحيات الأخيرة قبل طيب التسليم، طيب ف دلوقتي أخش في الصلاة ولا وكنت عارف إن في 2 جايين ورايا، ولا نستنى نصلي جماعة أولى مع بعض؟ كل جائز. الأول جائز لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا. يعني المقصود يا شيخ مصطفى ان انا دلوقتي لو صليت في التحيات هكمل الصلاه فرضا، فهل كده محسوبه لي جماعه ولا إن شاء فرض؟ الله نرجو الله ذلك. في تمام. حديث بس أنوه عليه، أن حديث من أدرك ركعة فقد أدرك الصلاة، هذا الذي يظهر لي والعلم عند الله أنه في المواقيت، بمعنى من أدرك ركعة من العصر قبل غروب الشمس فقد أدرك العصر، والله أعلم. تمام يا شيخنا، ممكن ماشي، تدعي لي يا شيخ؟ الله يكتب لك التوفيق، وأنت كذلك ادعو لنا والسامعين والسامعات، ربنا يوفقك ويبارك فيك ويعز الإسلام بيك يا شيخ ولك مصطفى. والسامعين والسامعات بمثل.